مرحبا، كيفكن يا حلوين؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رح أعمل الباشا وعساكره، وأكيد ما فيني أترك الأكلة على حالها، لهيك ضفت لهم حراسه. صار اسم هالأكلة الباشا وعساكره وحراسه، يعني ضفت للكبة والشيش براك كوسة محشي بلبن، واجتمعوا أكلات اللبن الثلاثة بأكلة وحدة، وطلعوا مع بعض كتير طيبين ومميزين وحلوين كتير مع بعض بالعزايم أو بأول يوم رمضان مثلا. بهالطريقة رح تكونوا مبيضين على الأخير، وأهم شي إنه الحشوة مشتركة وأكيد اللبن مشترك. وهلا رح اترككم مع الوصفة. بالبداية رح نبلش نجهز الحشوة، والحشوة رح تكون نفسها للثلاث أكلات. أول شي رح ضيف شوية سمنة، ورح نزل عليهم بصلتين كبار مفرومين ناعم، وبقلي البصل. هاي البصل من بعد ما تقلى، هلا رح نزل عليه كيلو ونص من اللحم المفرومة. بحركن مع البصل وبعدين بتركن لحتى يستووا تماماً. وهلا من بعد ما استوت اللحمة صار فينا نضيف البهارات، يلي هنن ملح وفلفل أسود وبهارات مشكلة. الكمية اللي عملتها بتحتاج معلقتين صغار فلفل أسود، معلقتين صغار بهارات مشكلة، وشي 3 معالق صغار ملح. وهلا رح نبلش أول شي بعجينة الشيش براك. رح احتاج كيلو طحين، رح اضيف عليه معلقة صغيرة ملح، ونص كاس زيت نباتي تقريبا 100 جرام، واخر شي بضيف عليهم نص كيلو من المي، وبعجنهم كتير منيح. هيك العجينة من بعد ما عجنتها ونعمت عندي على الاخير وصارت عجينة طرية وما بتلزق، رح سكر عليها بالستريتش واتركها لحتى ترتاح. طبعا العجينة ما فيها خميرة. وهلا رح نبلش نحفر الكوسايات. الكوسة جايبتها صغيرة بيطلع موديلها احلى. بحفرها مثل العادة، منشيل طرف صغير من قدام، وبعدين منقيس طول الكوسة ومنكفي حفر. وهلا رح احشي كل الكوسايات يلي حفرتن باللحمة المفرومة يلي سويناها، وبسكر تمها بلب الكوسة. وبعدها بقلي الكوسة بزيت غزير وحامي، ما بتاخد وقت كتير، شي 5 دقايق بس. أما بالنسبة للكبة فأنا عندي العجينة جاهزة. يلي حابب يتعلم طريقة وصفة العجينة رح أحطلكن رابط بصندوق الوصف. طبعا موجودة على قناتي الكبة المشوية، كبة الكشك الحمصية، والكبة المقلية، والكبة اللبنية. رح أحطلكن روابطهم كلهم بصندوق الوصف. مثل ما شايفين كبكبت الكبة، وبعدين حشيتها بالحشوة اللي سويناها وعبيتها على الأخير. ضروري يكون جنبكم زبدية مي، تبلوا ايدكم وبعدين بتكبكبوا، واكيد كبكبوا بالطريقة يلي بتريحكم. وحجم الكبة لازم يكون صغير. ويلي بيعزمكم على هي الاكلة يعرفوا انه بيحبكم وبيعزكم كتير حتى ابتلى هالبلوة، يعني نقالكم اصعب 3 اكلات وسواهم مع بعض، بس مجرد انه عندكم حفر كوسة وعجن عجين وكبكبة كبة، بس بسيطة راس مالها وجع كتاف وظهر.
وهي الكوسة من بعد ما انقلت. هالمرة رح اسلقها، أنا بالعادة ما بسلقها لأنه بحب نكهتها بدون سلق بالمي، بس هالمرة لأنه عاملين معها أكلتين فما بدنا نغير نكهة اللبن بزيت الكوسة، لهيك بنحطهم بالمي لمدة دقيقتين من بعد القلي. مثل ما شايفين على الشاشة كمان الكوسة محشية عملتها من قبل على قناتي، ورح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف يلي حابب يتعلمها بالتفصيل. وآخر شي رح نبلش بالششبراك من بعد ما ارتاحت عنا العجينة. رح اقسمها بالنص وبلش بقسم ورا قسم. برش على الطاولة طحين كتير منيح وبعدين بفرد العجينة وبقطعها لدوائر بأي كاسة، ولأني عم بعمل راس عصفور فاستخدمت كاسة صغيرة. مثل ما شايفين على الشاشة من قبل عاملة الششبرك ملون، طريقة كتير حلوة ومميزة للأطفال وبأشكال كتيرة. يلي حابب يتعلم الأشكال رح أحطلكن الرابط بصندوق الوصف. هالمرة عملت بس راس عصفور، بالباشا وعساكره بتطلع احلى لانه عم نعملهم كلهم حجمهم صغير، بس اذا حابين تعملوا الششبرك لحاله فيكم تعملوه على شكل سنبله او طاقيه او حتى مخده، في كتير اشكال عاملته وكتير حلوين. وهي من بعد ما خلصت كل الششبركات وعملتهم راس عصفور وخلصت الكبة والكوسة محشي بلبن كمان. هلا رح نجهز اللبن. عندي هون كيليين لبن رح انخلط بالمنخل مع كاسة كريمة طبخ ومعلقتين كبار من النشا. وبعدين رح ارفعهم على النار وضل حركهم لحتى يغلوا، ما بتتركوهم لازم تضلوا تحركوهم. وبس يغلوا رح نضيف الملح والمي. ضفت معلقتين صغار ملح وخففت اللبن بشي كاستين كبار مي مغلية. اول شي مننزل على اللبن الششبرك لانه هو بده استواء اكتر شي. هي الششبرك من بعد نص استواء بس، هلا رح ننزل عليه الكوسة محشي بلبن. ومن بعد ما ننزل الكوسة محشي بلبن بثلاث دقائق تقريبا رح ننزل الكبة ونتركهم لحتى يستووا تماما شي 10 دقائق. هاي هون عندي من بعد 10 دقايق استوت الكبة تماما والششبرك والكوسة محشي بلبن اصلا مستوية. وعملت جنبهم رز بالشعيرية. وهيك بيكون جاهز عنا الباشا وعساكره وانا ضفت لهم حراسه. واللبن كريمي وبيجنن، والثلاث اكلات ما في احلى منهم مع بعض بالطنجرة. وهلا صار فينا نسكبهم وتستمتعوا فيهم وتحتاروا باني اكلة بدكم تبلشوا. واخر شي رح زينهم بالسنوبر المحمص لانه بتعرفوا انا ما فيني بلا رشة الغلبة. هاد هو الشكل النهائي، بتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا. جربوا اعملوا الباشا وعساكره بطريقتي وضيفوا له حراسه الله يحرسكم، يعني كتير حلو تعملوا هالثلاث اكلات باكله وحده وتعزموا عليهم يلي بتحبوهم وبيستاهلوا اهم شيء، لانه اكيد بعد هالتعب بدنا ناس تحرز وتستاهل. واذا عملتوا هالاكله كتير رح تحبوها وتنبسطوا فيها، يعني بتاكلوا من الكبه بتشتهوا الششبرك، بتاكلوا من الششبرك بتشتهوا الكوسه، واهم شيء انه اللبن مشترك بين الكل، يعني نهاركم ابيض وحلو. ومن بعد الاكل فورا رح تناموا اسبوع اقل شيء. ولا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي بنزله. باي باي.